هلا التليفون والباسبور هني كل شيء وخلص، فيك تروح متى ما بدك. عاجل وفاة علي جابر حديث الجمهور. إليكم أسرار ما حصل معه. أثار الإعلام اللبناني علي جابر موجة من القلق في صفوف جمهوره ومحبيه بعد انتشار خبر وفاته، وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج علي جابر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث راح عدد من المغردين والناشطين يعبرون عن حزنهم الشديد لسماع هذا الخبر. My new connection to the people and my kids. ففي البداية ظن المتابعون أن خبر الوفاة مرتبط بعميد كلية الإعلام في جامعة دبي ومدير مجموعة MBC الإعلامي علي جابر، ليتضح بعد ذلك أنه ليس هو المقصود، بل الشيخ علي جابر الذي توفي قبل سنوات عديدة عن عمر يناهز 44 عاما. بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض. وفور انتشار الخبر تساءل المتابعون عن هوية الشيخ علي جابر، وبحسب المعلومات المنتشرة إنه من مواليد المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وهو يحمل الجنسية السعودية. ولد الشيخ في العام 1976 ويعمل كداعية ورجل دين من أصل حضرمي يمني يحمل الجنسية الأندونيسية. كان أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج حافظ إندونيسيا، وقد عمل مدرسا للفقه المقارن بالقسم الخاص بالدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة. السلام عليكم ورحمة الله. أما الإعلامي اللبناني علي جابر والذي اعتقد الجمهور أنه المتوفي فيشغل منصب مدير مجموعة MBC، حصل في العام 1984 على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، كما حصل على الماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانيا، وهو يعمل مديرا عاما لقنوات MBC. الإعلام مصيري فعالي جدا، الإعلام يغير المجتمعات، الإعلام يغير الحياة في الناس. هو المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو مؤسس ومدير إدارة تلفزيون المستقبل في الفترة من عام 1992 إلى 2003، وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي منذ عام 2008، وهو ما زال عضواً في لجنة التحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent.